السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. أهلا بكم أخواني بالجزء الثالث والأخير من ماكينة الحام والفحص بالتسلسل. أخواني طبعا أول شيء باعتبار أنه التغذية عم يصل لهون، بدك تفحص المقاومات هالقسم هذا والموسفت والديودات، تفحصهم هدول كلها، بتتأكد طبعا المقاومة هاي 22 أوم، هاي مقاومة 100 كيلو، هدول يحفظون مستقبلا، يعني بيلزموا لكم. هاي 200 كيلو أوم، طبعا هاي 200 كيلو أوم، وهاي 100 كيلو أوم، وهذا 22 أوم، هدول 2 واط. طبعا الموسفت الموسفت كي 3870، هذا الدارج يعني. فحصنا هدول كله جاهزين، ما تم غير الاي سي. طبعا الاي سي بنفكه، الاي سي 3845، فك تبعه طريقته سهلة، يعني بكاوي الحام العادي، تحسن تفك، مجرد تحط الحام هون وتحط الحام هون، وهذا خالص. طبعا فحص الاي سي طبعا بالافو بينفحص بالمقارنة، يعني اذا بتقارنه مع الجديد، وبتفحص عن طريق طبعا تحط الافو على طريق الديود، فحص الديود، وتفحص اذا القراءات مثل بعض معناته الاي سي جاهز. طبعا هلا بنركب واحد جديد، طبعا مع مراعاة اتجاه الاي سي النقطة، يعني وهون كمان في مؤشر عليه، يعني هذا تنتبهوا عليه كتير. طبعا كمان تركيبه بالكاوي العادي بنركبه. طبعا تتأكد بالمكبرة كمان، هلا هون خلصنا التركيب.
طبعا بنوصل السيرة هلا هيك، المروحة ما اشتغلت معنا. طبعا فولت ما في. بهيك حال الاي سي تبعنا احتمال يكون شغال. طبعا نحن مشان الدرس يعني ما يطول معنا، ما بقي شيء عندنا غير انه بنحط دارة الترميم ونتأكد من ملف الشوبر، نتأكد اذا ملف الشوبر جاهز ولا لا. اذا ملف الشوبر جاهز معناته في احدى المكثفات فيها قصر، او مثلا الفوتوكوبلر بدنا نتابع بالتفصيل. هلا بدي اجيب دار الترميم وبنجربها وبنشوف ايش يصير معنا، تابعونا. طبعا لما تركب دار الترميم بدك تفك الموسفت وبتحط خط الاحمر على النصاني، خط او الاجهزة النصانية للموسفت، والتاني على السالب العام، بتعرفوا هذا موجب وهذا سالب. جربت هاد كمان ما اشتغل. بهيك حالة تحليل العطل احتمال من ملف الشوبر مضروب، او في فصل الحامات من تحت. على المهم انه ملف الشوبر ما، او في شي قدامه بعرقل الشغل. هلا هالتجربة كمان عملناها، شوف يعني مرات انه واحد يصل لمرحلة انه شلون عم يصير معنا، او متابعة المسار. يعني نحن بدنا نأمن يعني الـ24 فولت، حتى الان ما في. تابعوني. طبعا فكينا ملف الشوبر عشان ما نضيع وقت انه والله الحامات شلون فك، فكوا يعني بالشفط الحام فكيناه. طبعا قبل ما تفكوا، هون الدخل هون الخارج، سجل يعني دخل باعتبار 4 جيم ب4 جيم عشان ما تخربط. هاي ملاحظة انتبهوا عليها. فكيناه وشوفوا شلون تتبع المسارات والفحص التسلسلي شلون عم يطلع معنا. طبعا فحصت، لازم كلها بيعطوا على الأوم. طبعا بيعطي بيأشر لك بين هاتنين وهاتنين جاهز. نجي لهون بين هالاتنين ما عم يأشر، هون عم يأشر بس هدول الاتنين ما يأشر. شوفوا ايش صاير معه هلا، شلون بدنا يبين معنا بقى. طبعا هذا السلك لاحظوا شلون يبين، هذا السلك تبع الملف هون جاي لهون شغال، بس هون شوفوا من اين مقطوع، من هون. هاد شوفوا هاي ما بعرف ازاي، ان شاء الله تشوفوا، شوف شلون مقطوع يعني ما عم يجي لهون على الاجر. طبعا هلا بدنا نطلع الراس هذا الرفيع ونوصل السلك معه وبنوصله هون وان شاء الله يمشي حاله. طب هلا هيك شلون، هلا اذا يبين هلا، ها شوفوا، شوفوا الراس السلك وين صاير. حتى هلا بالفحص شوفوا شلون بدي افحص هون. طبعا هذا الملف، هذا الاول ملف، وهون نهاية الملف. خلي الافو يبين وخلي وين اما احط السلك، لاحظوا هذا هو. انا مشان قبل ما الحم الشريط انا بدي افرجيكم يا شلون صاير. يعني انا قلت لكم يا العطل من ملف الشوبر يا من
بعد ملف الشوبر في قصر. المهم انت شلون فحص التسلسلي هذا هو تفحص بالتسلسل. على كل حال بنوصل هات وبنرجع الموسفت تبعنا وان شاء الله يشتغل نظامي. هذا جاي ضغط عليه او تنشوف هلا احتمال المروحه تعبانه حتى اوصل لهالمرحله انه ما تحمل وانقطع. تابعوني. طبعا لحمت سلك، يعني تجيبوا سلك مثل هذا مثلا رفيع فيه شعري، هذا تفكوا واحد منهم. لحمته هون وهون، لفيته لفتين ثلاثة على الاجر هاد، وهلا بنلحم الاجر هون. طبعا انا لحمته هون مع الوصلة هاي السلك اللي طالع، بنلحمه هون هلا هيك. لازم يقشر الافو جاهز يكون. بين هون وهون لاحظوا خلاص هلا هذا جاهز، هلا هون وهون جاهز. طبعا عدد لفات قليلة لذلك بيعطي مقاومة صغيرة كتير. يعني هلا هيك بنلحم هالقطع هون وبنركب الملف الشوبر وبنركب الموسفت. تابعوني. طبعا ركبت الموسفت وركبت الملف الشوبر وهلا بنركبه على السيرة وبنجرب. هاي المروحة اشتغلت. يمكن عم تسمعوا صوت المروحة. لاحظوا المروحة شغالة وهاي الشاشة كمان اشتغلت. هلا بدي اطبق. تابعوني. هلا طبقت الماكينة كله. تعرفوا اول الدرس كان الشريط كان طالع لبرا، هذا اخذته لجوا وحطيت سيليكون مشان ما ينسحب. وطبعا ركبنا تبع لوحة جكات المفاتيح. هلا بنجرب. مروحة اشتغلت وهذا الشاشة كمان اشتغلت. نفحص الفولت كمان. هاي الفولت 33. طبعا هذا على السيري. هلا اذا وصلنا على الكهرباء لازم يكون اكثر. هذا 61. طبعا هذا كان درسنا. هذا الدرس كان مهم كتير. وطبعا اللي يشوف هالفيديو ان شاء الله يستفاد شلون انه مشان ما يصير معك يأس، بدك تتابع المسار تلقائيا بيطلع معك العطل، بس انت تعرف المسار تبعه. وان اغلب الدروس يعني الفيديوهات راجعوا، يعني الرابط تحت الفيديو في روابط كتير تبع ماكينات الحام، واغلب الاسئله اللي عم تسالوها كمان موجوده، الفيديوهات موجوده وانا شارها عليها. يعني هذا كان درسنا وان شاء الله استفدتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.